طبعا انا سبت برج الحوت للاخر، مش بس لانه اخر برج في دايره الابراج حسب الترتيب يعني، بس لانه الشخص الوحيد اللي ممكن يصبر ويستنى ويستحمل من غير حتى ما يبقى متضايق. شخص عنده طولة بال فظيعه، يقدر دايما يسامح ويقدر يستحمل ويقدر يصبر، بيدور دايما على الاعذار للناس وبيعرف ازاي يلاقي سبب عشان يسامحه. لكن للأسف طيبة قلبه دي بتسبب له دايما مشاكل كتير قوي مع الناس، تخليهم يفهموه غلط، لأنهم دايما بيتعاملوا معاه وكأنه حق مكتسب. هم عارفين ان هو كده كده هيسامحهم فبيجوا عليه، وعارفين ان هو هيستحمل، لكن هم اللي مش عارفينه انه مش ساذج. هو ما بيعديش لانه اهبل، هو بيعدي لان هو فعلا بيحبهم. لو ما بيحبهمش مش هيحاول يدور على اسباب عشان يسامحهم بيها، لكن هو دايما بيدور على سبب، لان اللي قدامه بيبقى غالي عليه، بيبقى دايما عايز يلاقي له عذر ويلاقي له سبب عشان يسامحه بيه. هو الشخص اللي هتلاقيه دايما لما بيتخانق مع حد او بيحصل مشكلة بينه وبين حد، او حد بيزعله او بيجي عليه، بيفضل يحلف والله ما هكلمه، والله لو اتصل بيا ما هرد عليه تاني، انا مش هعرفه تاني، انا وانا 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 وكلام كتير قوي. ومجرد ما تليفونه يرن الشخص ده يكلمه، او مثلا يتقابله صدفة الشخص ده يقول له بس حقك عليا ما تزعلش مني، بيصفى فورا من غير اي مقدمات، بتلاقيه سامح وعدى ورجع يتعامل معاك تاني ولا كأن في حاجة حصلت، ونسي كل الهري اللي هو قاعد يهريه وقاعد يقوله ده. وعادة ما بيبقاش هو الشخص اللي بيسيب في اي علاقة، دايما بيتساب، وده مش لانه ضعيف، بس لانه ما بيهونش عليه، ما بيهونش عليه العشرة، ما بيهونش عليه الحب، ما بيهونش عليه المعاملة الكويسة، ما بيهونش عليه السنين، بيفضل متمسك وباقي لحد آخر لحظة، ما بيقدرش يدي ظهره كده ويمشي. ومهما كان الوحش كتير بيعرف ازاي يبص للحلو، بيعرف ازاي يطلعه ويبروزه وياخد منه طاقة تخليه يكمل، وطاقة تخليه يستحمل اكتر واكتر، وطاقة تخليه يمشي سنين قدام من غير ما يزهق، من غير ما يتعب، من غير ما يمشي. هو بطبيعته أصلاً شخص بيعرف يشوف الحلو اللي جوه الناس بغض النظر عن تصرفاتهم. يعني مثلاً لو مسك حرامي بيسرق مش هيروح يسلمه للشرطة، لأ هيقعد يتكلم معاه ويتناقش معاه ويشوفه بيسرق ليه. ولو كانت ظروفه صعبة، أو كان مثلاً بيسرق عشان محتاج يصرف على بيته أو ولاده، أو مثلاً عايز يجيب دواء لأمه العيانة أو أياً كان، يعني سبب خلاه يحس إنه صعبان عليه، مش بعيد يطلع له كل اللي في جيبه ويديهوله. يعني لو تصرفت معاه اي تصرف وحش او جيت عليه في اي حاجه او ضايقته، مش هيبص للفعل اللي انت عملته قد ما هيبص للسبب اللي خلاك تعمل كده. هيقعد يحلل ويفكر ويشوف ايه اللي خلاك يا ترى تعمل كده، ويشوف الموضوع يستاهل فعلا يزعل منك ولا انت فعلا ما كنتش تقصد. زي بالظبط لو رحت جبت له هديه، يعني لو جيت في يوم مثلا، مش هقول لك هديه، جبت له ورده. الورده دي بالنسبه له فكره ان انت فكرت فيه ورحت جبت له ورده وجيت اديتها له، دي معناها عنده كبير قوي. الهديه بالنسبه له مش بقيمتها قد ما احساسها، انت كنت حاسس ايه وانت رايح تجيب له الورده دي عشان تيجي تديها له، فكرت في ايه، جيت على باله. هو بيحب جدا الاهتمام، بيحب الشخص اللي يهتم بيه ويهتم بمشاعره، يهتم بتفاصيله، ياخد باله من اللي بيضايقه واللي بيفرحه، ياخد باله بالحاجات اللي هو بيحبها. ده غير ان الحوت كمان شخص مرن جدا، وبيعرف يتأقلم مع كل الظروف الوحش منها قبل الحلم، ويتعامل مع كل الشخصيات مهما كانت مختلفة عنه. بيقدر يفهم الناس كويس قوي، ويعرف يلاقي الطريقة المناسبة للتعامل مع كل شخص، كل شخص بيعامله بالطريقة اللي يستاهلها وبالطريقة اللي تنفع معاه. الحوت مش بس طيب وحنين ورومانسي، لا ده كمان حساس جدا، بيتأثر من أقل حاجة وبيشيل جواه قوي، ما بيحاولش أبدا يبين، وده لأنه بيخاف على مشاعره، بيخاف يحكي للي قدامه اللي ضايقه أو اللي وجعه أو حتى اللي فرحه اللي قدامه ما يقدرش أو ما يفهمش قصده، أو يحس إن الموضوع بسيط قوي، اللي هو إيه يا ابني ده أنت مكبر الموضوع. عشان كده بيفضل دايما ان هو اي حاجة بيحس بيها يشيلها جواه، ما بيحكيش لأي حد بسهولة، دايما بيحب يحتفظ بكل الحاجات اللي بيحسها واللي بيعيشها جواه. مش هيكئبك معاه لو هو متضايق، مش هيضايقك ويقعد ينكد عليك ويقعد يحكي لك ويزن واللي هو الحقني ده انا مكتئب، ده انا متضايق، ده انا مخنوق، لا بالعكس، هيحتفظ بضيقه وهيحتفظ بزعله لنفسه، ما بيحبش يضايق اللي حواليه. لو عنده حاجة حلوة هينشرها وهيحاول دايما ينشر السعادة والبهجة، لكن لو عنده حاجة وحشة ما بيحاولش أبدا يضايق اللي حواليه بيها. شخص بيدور دايما على الحب في كل حاجة، الحب في علاقات الصحاب، الحب في العلاقات العادية، الحب بين الأهل، الحب بين القرايب، دايما بيدور على الحب في كل حاجة. المشاعر بالنسبة له عاملة زي الأكسجين كده بالظبط، هي الحاجة اللي بتخليه يكمل ويقدر يعيش. يعني لو هو عايش من غير حب، حياته ما فيهاش حب،
بأنواعه المختلفة مش هيقدر يعيش، هيحس ان هو مكتئب وحزين كده، هيحس ان هو مش مزدهر، حياته مطفية، حياته ملهاش معنى. ولأنه شخص رومانسي، والرومانسية من الطراز القديم يعني، اللي هي الرومانسية اللي على حق، دايما هتلاقيه لو دخل في علاقة أو حب بيكتب شعر وبيكتب أغاني، بيقعد يغني للي بيحبه، بيقعد يجيله تحت البيت ويعمله مفاجآت، بيحاول دايما يبهره ويعيشه في حالة رومانسية كده رهيبة من أيام الأبيض وأسود يعني، حاجة كده زي عبد الحليم وشادية، زي صباح ورشدي أباظة، حاجات كده من أيام زمان، من الحاجات اللي احنا بنشوفها في التلفزيون وبنبقى دايما بنتمنى نعيشها. هو أصلا بطبيعته شخص كيرنج قوي، بيهتم جدا باللي بيحبه وبيقعد يدلعه ويقعد يجيب له هدايا، بيقعد يبهره كده بكل الطرق، بالكلام شوية، بالتصرفات شوية، بكل حاجة يقدر عليها بيعملها ما بيتأخرش. بلس ان هو كمان شخص مبدع جدا، عنده حس فني كده يعني، هتلاقي معظم مواليد برج الحوت يا اما ممثلين يا اما مغنيين يا اما رسامين يا اما موسيقيين، دايما هتلاقي عندهم حاجة فنية كده مش موجودة عند حد، ودايما هتلاقيهم مبدعين جدا فيها ومميزين، بيعملوا حاجات مش كل الناس بتعرف تعملها. الحس الفني عندهم عالي جدا لانهم اصلا حالمين جدا، بيحبوا يعيشوا وبيحبوا يتخيلوا، دايما بيعيشوا حياتهم كلها بره الصندوق، بيفكروا بطريقة غير الناس وبيعيشوا حياتهم بطريقة مختلفة عن كل الناس. احساسه عالي جدا، تقريبا كده بيحس بالحاجات قبل ما تحصل، لدرجة ان هو ساعات بيستغرب لما بيحصل اي موقف قدامه، هو نفسه بيندهش، بيحس اللي هو ايه ده، انا شفت الموقف ده قبل كده، انا شفت اللي حصل ده قبل كده، كأنه رسمه في خياله وعاشه وشاف تفاصيله كلها قبل ما تحصل. هو شخص دايما بيحصل له الموقف ده، دايما لما يحصل موقف بيحس كأنه شافه قبل كده، الموقف ده بيتعاد، الموقف ده بيتكرر، يحس ان الحاجات كلها في الحياة بتتكرر، لكن هي في الحياة ما بتتكررش، هي بس بتبقى حصلت في دماغه قبل ما تحصل في الحقيقة. الحوت كمان من اكتر الشخصيات المخلصة، مخلص بشكل مش طبيعي، بيكره جدا الخيانة، هو اصلا بيقدر الصراحة وبيقدر الوضوح، بيحب الناس تبقى صريحة معاه، يعني مهما كانت الحقيقة قاسية قولها لي كده زي ما هي، لكن ما تكذبش عليا. لو انت مثلا بطلت تحبني تعالى وقول لي، هقدر ده، هتوجع بس هقدر ده منك، احسن 100 مرة ما تفضل تقول لي انا بحبك وانا بموت فيك وتفضل تكذب عليا وتضحك عليا وفي الاخر الاقيك بتخني، ساعتها الوجع هيبقى اضعاف اضعاف. فانا بالنسبه لي اهون لي 100 مره انك تعترف لي انك بطلت تحبني، او ان انت مش عايز تكمل معايا، او ان انت عايز تبعد، او زهقت، او ايا كان السبب، بس تيجي تقول لي، احسن 100 مره ما تفاجئ بيه بعدين وانت معيشني في الوهم. ولانه اصلا شخص حالم جدا، بيحب يعيش الخيال وبيحب يعيش في عالم الاحلام، بيحب دايما يقعد يتخيل حاجات ويتمنى لو تحصل، بيحب يعيش كده في عالم لوحده، ساعات كتير قوي بيحب يقعد لوحده، دايما تلاقيه قافل على نفسه وقاعد لوحده، سواء بقى بيفكر، سواء بيتأمل، سواء بيقعد يعمل مديتيشن، بيقعد يفكر ويرتب أفكاره ويرتب أولوياته في الحياة، بيقعد يستجم، يأنتخ، يعمل أي حاجة، المهم إنه بيجيله أوقات كده في الحياة بيحس إن هو مش عايز بني آدمين، هو عايز يقعد لوحده، مكتفي بنفسه، يقفل عليه بابه ويقعد مع نفسه يستجم، ممكن يخرج بعد 3 4 أيام عادي جدا، ما هو باله طويل بقى، بس المهم إن هو إيه، الوقت ده لازم بيعمله مع نفسه كل فترة، لازم يقعد مع نفسه كده حبة يعني لحد ما يرتاح ويحس إن هو قادر يطلع يواجه العالم تاني ويكمل بيطلع. والنصيحة اللي هقولها المرة دي في آخر الفيديو مش هقولها للناس اللي بتتعامل مع برج الحوت، أنا هقولها لبرج الحوت نفسه. حقيقي 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 أنت شخص جميل قوي، جميل قوي من جوه أكتر من بره، قلبك طيب وحنين، وجودك مهم في حياة كل الناس، بس خلي وجودك يبقى مهم في حياتك قبل الناس.